وربما جاء يوم نجلس فيه معا، لا لكي نتفاخر ونتباهى، ولكن لكي نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل. ومشاق مرارة الهزيمة وآلامها. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في هذه الليلة التي نحتفل فيها جميعا بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، ليلة برائحة أو بنسيم الانتصارات المصرية، وهي ليلة 6 أكتوبر اللي بتحتفل فيها مصر بذكرى انتصارات أكتوبر عام 1973، هذا الانتصار العظيم والمتفرد الذي فرق الله به بين الحق والباطل وأعاد إلينا بسببه القطعة أو البقعة الغالية من سيناء. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الصديقان، نقدمها لكم من قناة المحور في هذا الموعد الجديد 11 مساء السبت من كل أسبوع إن شاء الله. شكرا جزيلا لقناة المحور وجميع القائمين عليها، وعلى رأس الجميع أستاذنا الدكتور حسن راتب على اختيار هذا الموعد المتميز في قناة المحور. برحب في أول هذا اللقاء بصديقي العزيز جناب القس أثناسيوس رزق، وبهنيه أبونا كل سنة وسعادتك طيب. كل سنة وفضلتك بخير، ودايما في انتصارات، ودايما مصر فرحانة بكل الناس وبالناس اللي زيك يا شيخ مصر. الله يخليك أبونا. النهاردة هيكون حلقة يعني المساحة فيها لحضراتكم أكتر من المساحة اللي احنا هنكون بنتكلم فيها. احنا النهاردة عاوزين نسمع من حضراتكم التهاني اللي هتبعتوها للشعب المصري وللجيش المصري وللشهداء ولكل من شارك في هذه المعركة الغالية في حرب أكتوبر 73. النهاردة هنتكلم كمان عن التضحية وعن قيمة التضحية والفداء، هنتكلم عن إزاي مصر تحولت من هزيمة إلى انتصار، هنتكلم عن دور الشعب المصري في هذه المعركة وليس دور القوات المسلحة فقط، هنتكلم عن إزاي تكون أكتوبر بالنسبة لنا منهج حياة وإزاي ناخد منها الدروس والعبر، علشان طول الوقت مصر بتحارب، طول الوقت مصر مستهدفة، طول الوقت مصر ليها أعداء، فإزاي نقدر ناخد من روح أكتوبر هذه الروح العظيمة القوية الصبورة المثابرة المتوحدة المتعاونة من أجل أن نستكمل معا انتصاراتنا إن شاء الله، اللي بإذن الله عز وجل هتكون انتصارات متلاحقة إن شاء الله تعالى. السيدات والسادة، تحية لكم في هذه الليلة العطرة المليئة بالانتصارات وبالرغبة في تحقيق المزيد من الانتصارات. أنا في البداية بشكر فضيلة الشيخ مظهر شاهين اللي دايما سباق بالتهنئة، وبشوف في شخصيته معاني المحبة ومعاني الود لكل المصريين. وطبعا احنا في هذه الليلة المباركة ليلة 6 أكتوبر المجيدة بنرسل بالتهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بنبعت تهنئة لكل صف وجند وضابط وكل رتب جيشنا العظيم، جيش مصر الباسل اللي مهما حاولوا ان هم يقللوا من شأنه، كما لو كان الإنسان بيخبط راسه في الصخر هو هيتعور وهو اللي هيصاب، وجيشنا هيكون دايما فخر لكل المصريين. بنبعت برضو بالتهنئة الأهم من ده كله إلى كل أسر الشهداء وكل أبناء الشهداء العظام. 46 سنة مرت على نصر أكتوبر العظيم، لكن ما زلنا نذكر بالخير كل الجهود المصرية اللي قدمها المصريين وضحوا من قوتهم ومن وقتهم ومن أموالهم ومن حريتهم عشان خاطر تتحول النكسة إلى نصر في مدة 6 سنوات. مصر اتغيرت شكلها، مصر استردت كرامتها، مصر استردت كل شبر كان فقد من أراضيها. النهاردة احنا بنحط أكاليل الزهور على كل قبر الجندي المجهول، سواء اللي كانوا في كل المحافظات أو في المقر الرئيسي في مصر في القاهرة في قلب القاهرة، من أول مسؤول في بلدنا لغاية أصغر حد النهاردة بيفتخر بما تحقق من نصر لمصر. النهاردة بصراحة كما لو كان النصر لسه متحقق امبارح، احنا فاكرين الاحداث كما لو كان النصر قدامنا. لكن طبعا يا ترى النهاردة الشيخ مظهر يعني مجهز لنا ايه بقى من مفاجآت ومن حكايات ومن روايات نستعيد بها ذكرى هذا النصر عشان خاطر تكون عون لينا
في الأيام القادمة إنها نحقق انتصارات أخرى في بلدنا مصر اللي حققت زمان نصر أكتوبر العظيم، قادرة باستمرار تعيد ذكرى هذا النصر وتحققه في كل المجالات، مش بس المجال العسكري ولكن في المجال السياسي، في المجال الاجتماعي، في المجال الاقتصادي، في المجال الوطني، كل المجالات إن شاء الله مصر في انتصار. أنا عايز أبدأ مع المشاهد النهاردة يا منى بموضوع أنا كنت شايفه من شوية، يعني واخد اهتمام الناس شوية على مواقع التواصل، موضوع سد النهضة. أيوة. قيل، ما أنا معرفش برضو صحة المعلومة، إن المفاوضات ربما يعني متعثرة. أيوة. مع الجانب الأثيوبي. أنا عاوز أقول بمناسبة أكتوبر بمناسبة أكتوبر، في وقت من الأوقات يا منى كان الأعداء بتوعنا بيقولوا إن مصر مستحيل مستحيل تعبر قناة السويس ويعني تدخل لسيناء مرة تانية. ده كان كلام العسكريين وكلام الخبراء وكلام الإعلاميين في وقتها، وقالوا إن في خط بارليف ده محتاج قنابل نووية علشان نقدر نفجره ونقدر نعدي لسيناء بعد ما نعبر قناة السويس. وده كان بالنسبة يعني كان ده اللي بيروج في التوقيت ده، وكان طبعا عامل إحباط عند كتير من الشعب المصري اللي مش مطلعين على علوم العسكرية وعلى الإجراءات اللي مصر بتاخدها، لأن كانت في التوقيت ده إجراءات سرية جدا. طبعا ما كانش ينفع أن الشعب المصري يطلع عليها ويعرفها يعني أول بأول. أنا باخد الجزئية دي النهاردة وبقول إحنا برضو عايشين ربما أكتوبر. نفس الحالة من الإحباط تجاه موضوع سد النهضة. ونفس الحالة من هو معقول ممكن يعني مصر تحرم من مياه النيل، وممكن نحن يبقى فيه مجاعة ويبقى فيه عطش ويبقى فيه معرفش إيه وفيه إيه وفيه إيه، وبرضو مش عارفين الإجراءات اللي الدولة بتاخدها تجاه هذا الموضوع. لكن إحنا كشعب ربما يعني الموضوع لأنه مهم جدا بالنسبة لنا ربما يصاب البعض به الإحباط. أنا عاوز أقول اللي نصرنا في حرب أكتوبر وخلانا اقتحمنا خط بارليف وعبرنا قناة السويس ورجعنا سينا مرة تانية قادر على أنه يحل نفس المشكلة إن شاء الله بإذن الله، ونحقق فيها انتصار تاني إن شاء الله تعالى. الموضوع مش شرط يكون عسكري زي ما حصل في أكتوبر، لكن يعني إن شاء الله هيكون فيه انتصار لينا، سواء انتصار دبلوماسي، انتصار مفاوضات، انتصار عسكري، اي انتصار وخلاص احنا هنرجع، او محدش باذن الله هيقدر يحرم مصر ولا المصريين من قطره ماء واحده. زي ما انتصرنا في اكتوبر هننتصر في موضوع سد النهضه، وزي ما هزمنا اسرائيل في اكتوبر هنهزم اسرائيل في موضوع سد النهضه، وهنهزم معها قطر وهنهزم معها تركيا وكل المتآمرين علينا في هذا الملف. وانا بقول لحضراتكم قد إذا صحت الأخبار اللي بتقول إن المفاوضات انتهت، قد تكون هذه هي البداية وليست النهاية، البداية لمسار آخر يعيد لمصر حقها أو يحافظ لمصر على حقها في مياه النيل. وأنا أثق تمام الثقة إن احنا في رقبة نظام وفي رقبة رئيس دولة وفي رقبة مسؤولين لا أعتقد ولا أظن أبدا يفرطوا. إن هم ممكن يفرطوا في حق المصريين وفي حق مصر، لا أعتقد أبدا، بل أنا واثق تمام الثقة إن احنا متعلقين في رقبة ناس أمناء علينا وأمناء على الوطن، ومش هيحرمونا من حقنا ولا هيسمحوا لحد ياخد حقنا ولا هيفرطوا في حقوقنا. والأيام اللي جاية هتوريكم إن شاء الله ربما اللي ما كنتوش تتوقعوا إن انتوا تسمعوا عنه أو تشوفوه في هذا الملف. احنا الخميس الماضي وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، وطبعا كان معاه يعني أسرة الرئيس سادات، وراح كمان لقبر الرئيس عبد الناصر وكان معاه أسرة الرئيس عبد الناصر، وديت عادة سنوية الرئيس بيعملها من زمان الحقيقة لحد النهاردة علشان نفتكر تضحية هؤلاء ونقول لهم شكرا، جزاكم الله خيرا، الله يرحمكم ويسكنكم فسيح جناته على ما قدمتموه لنا وأنتم أحياء من أجل رفعة هذا الوطن. تعالوا نشوف مع بعض هذا التقرير ثم نعود لنستكمل معكم هذه الحلقة المتميزة، وإحنا عايشين معاكم روح انتصارات أكتوبر إن شاء الله. في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر. وكان في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصوله الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي،
والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة. وقام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد. ثم قام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته. كما صافح الرئيس السيسي عددا من كبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة. ثم توجه الرئيس السيسي إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبري القبة، حيث قام بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة. وعقب المراسم ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث قدم التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر. وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة. أهلا بحضراتكم مرة أخرى. أنا طبعا بأضم الصوت لصوت أبونا أثناسيوس، وبأقدم صادق التهاني للسيد رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولكل أفراد الجيش المصري الوطني العظيم، الجيش المصري اللي مصر عايشة بفضل الله عز وجل وبفضل هؤلاء من جنود وضباط وقيادات، عايشين كلنا في أمن وأمان. وعاوز أقول لحضراتكم حاجة وأعتقد أبويا هيتفق معايا فيها، ليس هناك أغلى من نعمة الأمن والاستقرار في الدنيا كلها. الحمد لله مصر النهاردة بتنعم بهذه النعمة على كل المستويات، بنتحرك في الشوارع، بنروح شغلنا، بنروح المدارس، بناكل، بنشرب، بنشتغل، بنتفسح، بنروح هنا، بتيجي هنا، محدش بيقولك رايح فين، ولا انت بتبص في ساعتك علشان تشوف اتأخرت ولا متأخرتش، ولا انت خايف انك تلاقي واحد قطع طريق، ولا انت خايف ان حد يخش بيتك في غيابك يعمل مصيبة ولا مشكلة، ولا انت خايف ان ابنك يروح مدرسة ما يعرفش يرجع تاني لا قدر الله، او يتخطف، او ميليشيات في الشوارع زي ما بنشوف في اماكن اخرى. يا اخواني، والكلمة دي من قلبي، اياكم ان تفرطوا في هذه النعمة، نعمة الامن والاستقرار، اياكم. الرسول قال صلى الله عليه وسلم: من بات امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا. ما تصدقوش أي حد يحاول يسيء لقيادتكم أو لجيشكم أو لشرطتكم لتحقيق هدف واحد له، هو هدف أنه يدمر هذا الاستقرار وهذا الأمن وهذا الأمان علشان يرجع هو بميليشياته مرة أخرى علشان يحكمك. أرجوكم لا تفرطوا في هذه النعمة، نعمة الأمن والأمان والاستقرار، مهما كان الثمن. وبشكر جيشنا وبشكر شرطتنا على التعب المبذول في هذا الإطار، وعلى الجهد الكبير جدا اللي بذلوه في الفترة اللي فاتت علشان مصر تنعم بالأمن والأمان والاستقرار. ودي برضو من مكتسبات أكتوبر، إن مصر الحمد لله بقت دولة قوية ودولة عظيمة من بعد أكتوبر. وانت جاي في مرحلة من المراحل كان في بعض المشاكل، لكن عادت مرة أخرى إلى قوتها واستقرارها، فإياكم أن تفرطوا في هذا الاستقرار. تفضل يا بودو. يعني أنا عايز برضو أضيف إلى كلام الشيخ مظهر، أنه حرب أكتوبر على قد ما هي درس كبير هيقعد التاريخ كله يتحدث عنه، وكل الأكاديميات العلمية والحربية تقعد تسرد الملابسات والظروف اللي حققت هذا النصر في هذا الوقت العجيب والغريب، واللي اتقال عنه ان هو معجزه من معجزات العصر الحديث. في هذا الانتصار
كان ملحمة في الوحدة الوطنية. صحيح. اشترك فيه المسيحي إلى جوار المسلم بكل طوائف الشعب على كافة المستويات. الكنيسة ساهمت بدور كبير. لما عدنا نقلب في صفحات التاريخ نجد أن الكنيسة أرسلت مندوبين وتحولت الكنائس في بلاد المهجر إلى سفارات عشان خاطر توعي وتحس الدول المجتمع الدولي كله عشان خاطر يساعد الوطن ويقف جنب مصر لأنها صاحبة حق. تحول الأزهر الشريف بكل أطقمه في كل أنحاء العالم إلى أيضا سفارات داعمة إلى الحق المصري. واشترك الكل الأزهر والكنيسة في دعم وفي إعادة الصحوة الوطنية في نفوس كل المصريين. صحيح. الأعجب من كده أن تقعد تقرأ بقى بعد 46 سنة عن قصص تلاحم الوطني. إزاي أنه ممكن يصادف أنه قائد وحدة في أو قائد سرية في وحدة عسكرية يكون مثلا مسيحي يوفر كل عناصر الصوم لإخواته المسلمين وأيضا يصوم معاهم ويشاركهم الصيام معاهم، لأنه كما تعلمون أن نصر أكتوبر تحقق في شهر رمضان فكان صيام، وأصر الجند المصري آنذاك أن هو أيضا يصوم وأنه يدخل هذه المعركة وهو صائم. عشان خاطر كده احنا شفنا ازاي ان ربنا كان بينصر الجيش المصري، لان كل الجنود اتفقوا على اطاعة الله وعدم التفريط في هذه الفريضة. شفنا ايضا قد ايه الملحمة الوطنية انه علم مصر بعد العبور العظيم يترفع العلم فنلاقي الجند المصري مع الجند المسيحي بيضحوا بكل غال ونفيس عشان خاطر يرفعوا علم مصر مع بعض. نشوف مثلا لما نقعد نقرا في سيره مثلا فؤاد بيه عزيز غالي، يقعد بقى يحكي لنا عن ازاي والمسلمين يحكوا عنه كقائد وطني عظيم كان قدوه ومثال لكل اخواته في هذا النصر، وكان يوفر لهم كل عناصر الالتحام مع العدو وكل الدفع واعطاهم دفعات من الشجاعه ودفعات من الصمود واحتمال التجربه. كانوا قاده عظام. القائد فؤاد عايز غالي جنب القائد الجمسي، الجندي يوحنا جنب الجندي محمد، كل الجنود مصريين مسلمين ومسيحيين اشتركوا في تحقيق هذا النصر الوطني. صحيح. لذلك وان كان حتى كان في لسه حوار مع الشيخ مظهر انه حتى وان كنا بنحتفل باعيادنا الدينيه كل في دينه وكل في عيده، الا ان مناسبه اكتوبر دي هي المناسبه اللي بتجمعنا كلنا على قلب رجل واحد، بنطلع كل المشاعر الوطنية مع بعض، بيختلط فيها المشاعر المسيحية مع المشاعر الإسلامية زي ما اختلط الدم المسيحي مع الدم الإسلامي في لحمة واحدة. قدموا سيمفونية جميلة حققت لمصر هذا. ولولا هذه الوحدة، على فكرة لولا هذه الوحدة ولولا هذا التلاحم ما كانش ممكن مصر تنتصر، لأن مصر كل ما توحدت قوتها في وحدتها، فكل ما كان المصريين متوحدين كل ما تحقق النصر ان شاء الله في كل حاجة. احنا بنحاول مع بعض نتذكر هذه الايام المجيدة، بنحاول مع بعض نعيد لكل الاجيال 46 سنة. يعني معناها لو كان لسه واحد طفل صغير نهار سنه 46 سنة. فربنا يحفظ مصر من كل حاجة من كل شر، ونشوف دايما مصر في انتصار دائم. إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم السادس من أكتوبر سنة 73، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. أكتوبر 73، الإرادة والتحدي. السلوغان اللي معمول لأكتوبر 73 حاجة في منتهى الروعة، الإرادة والتحدي. إزاي مصر حين أرادت أن تنتصر انتصرت، وتحول وضع المصريين ووضع مصر من هزيمة في 67
إلى انتصار عظيم وفريد من نوعه في 73، يعني في 6 سنوات فقط. وبالمناسبة في 6 سنوات دول شاهدوا ما يسمى بمرحلة حرب الاستنزاف، يعني ما كانتش 6 سنوات قاعدين في البيت أو قاعدين بنتفسح أو نايمين، لا ده مصر عملت فيها انتصارات أيضا عظيمة جدا، من منها نوع آخر. انتصار إيلات، انتصار على مستوى المخابرات العامة والمخابرات الحربية، وعلى انتصار وعلى مستوى كل الشعب أو الوحدات التابعة للقوات المسلحة. فالإرادة حين توفرت، إرادة إيه بقى؟ مش إرادة جيش بس ولا إرادة شرطة فقط، إرادة الدولة كلها حين توحدت. إرادة الأزهر مع الكنيسة، أبونا من شوية بيقول الكنائس كانت مشغلة الكنائس بتاعتها اللي في الدول الغربية زي سفارات ليها، بتحاول تحشد، بتحاول تجمع تبرعات للجيش المصري، بتحاول تعمل توجيه معنوي، بتحاول. وكان الأزهر والله يرحمه الشيخ عبد الحليم محمود برضو واقفين في وقتها في ظهر الجيش وفي ظهر الدولة المصرية. ناهيك بقى عن الدور الوطني اللي قام به الشعب نفسه. الشعب نفسه استحمل كتير قوي في وقتها، استحمل من قوته، من أكله، من شربه، من رحلاته، من تقشف حقيقي، وقف في ظهر جيشه بشكل حقيقي وبشكل قوي جدا. وكان الجميع ملتف على هدف واحد فقط، هدف واحد فقط، هو ايه؟ سينا. ازاي نرجع ارضنا، وازاي ننصر جيشنا، وازاي نعيد الهزيمة او نحول الهزيمة لانتصار، وازاي نطلع هؤلاء الصهاينة من على الارض المصرية. ده الهدف، ده لما توحدنا حواليه انتصرنا. وانا واثق جدا انه زي ما قلت لحضراتكم السلوجان او الشعار، الارادة والتحدي. الشعب المصري النهاردة حين يريد، لما يحب يعمل حاجة بيعملها. لو الشعب المصري توحد النهاردة على قلب رجل واحد مع قيادته ومع جيشه ومع شرطته، هيعمل المستحيل. لا تقول لي نهضة ولا تقول لي غيره، هيعمل المستحيل. عملناها في أكتوبر 73، وعملناها كمان بعد كده مع النظام الإرهابي في 30 يونيو 2013، ومستعدين نعملها تاني مع أي حد في أي وقت، طالما الهدف مصر والهدف هي الوحدة الوطنية والوحدة الحقيقية بين أبناء الشعب المصري. أبونا معاك تليفون ولا حاجة؟ أنا عايز أقول إن يعني فرصة في برنامج الصديقان بيتاحها لكل المشاهدين اللي يحب يعمل مداخلة عشان يهني مصرنا بهذه المناسبة العظيمة. أولى هذه المداخلات مع النائبة مارجريت عازر. سيادة النائبة بنرحب بيك في برنامج الصديقان. شيخنا العظيم حقيقة يعني كل سنة وانتوا طيبين، وكل سنة والرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بخير وسلام، وشعب مصر كله وقواتنا المسلحة دايما منتصرة ودايما عظيمة. وحقيقة انتصارات اكتوبر سجلت اسمى معاني وسجلت حروف من الذهب في التاريخ المصري العظيم. ذكرى اكتوبر تمثل للشعب المصري انتصار عظيم، قهر هزيمه في ملحمه بوسطيه سجلها التاريخ في امتع صفحاته لرجال القوات المسلحه. سياده النائبه اسمحي لي يعني باعتبارك وكيل لجنه حقوق الانسان في مجلس النواب المصري، عايز اسالك سؤال بخصوص كيف كان الجيش المصري يتعامل بنزاهه ولا يستغل الأسير الإسرائيلي وهو تحت قبضة يده في المساس بحريته. ففي نماذج كثيرة قدمها الجيش المصري في التعامل الحسن والتعامل الجيد مع العدو الإسرائيلي، حتى تم إرجاعهم أو تنفيذ عقوبة عليهم في ضوء الالتزام الكامل بحقوق الإنسان. الجيش المصري كان بيتعامل مع الأسرى بما يعني تنص عليه حقوق الإنسان في الحروب، وكان دائما يا إما بيقدمهم في المحاكمة النزيهة اللي بتستوفى كل شروط التقاضي ولحين تبادل الأسرى أو ما ينص عليه القانون. بالظبط. الشعب المصري شعب عظيم، الجيش المصري جيش عظيم، جيش نزيه، اثبت للعالم كله، اثبت للعالم كله ان مصر ارض السلام ومقبره لكل الغزاة. واي حد طامع في شبر واحد ارض مصر هي مقبره ليه. الشعب المصري، الجيش المصري، ابناء الشعب المصري، مصر طول عمرها تفتخر بجيش قوي عظيم
يستطيع ان يرد غيز وظاهر كل الغذاء ضد مصر، سواء في القوات المسلحه المصريه او الشرطه المصريه ادوا اداء جيد. زي ما سمعت حضرتك ان الشعب المصري في الحقيقه شعب متناسق، استطاع في كل فئات المجتمع ان تقف في دار القوات المسلحه لاسترداد ارضنا وكرامتنا واعاده ارضنا اللي كل شبر في ارض سيناء مروي بدماء ذكيه من ابناء المصريين. بالظبط. شكرا سياده النائبه، وكل سنه وحضرتك طيبه، وبشاركك التهناء والشكر فضيله الشيخ مظهر، والى اللقاء قريب ان شاء الله. ان شاء الله. ايضا احنا طبعا النهارده حضراتكم احنا ناس كتير عاوزه تبارك وتهني للدوله المصريه والشعب المصري والجيش المصري بمناسبه انتصارات اكتوبر. معنا على التليفون الدكتور سيد عيسى رجل الاعمال. دكتور سيد تحياتي، اهلا وسهلا. السلام عليكم دكتور مرن، ازي حضرتك؟ عليكم السلام دكتور سيد، وابونا اسناسيوس بيسلم عليك كتير. ابونا اسناسيوس نور يا دكتور، سعداء بسماع صوت حضرتك. هذه الليله الوطنيه وهذا العرس الوطني في انتصارات اكتوبر دكتور سيد، يعني ربما سيادتك كنت شاب في هذه المرحله، عشت الهزيمه وعشت الانتصار، ماذا يعبر او ماذا يمثل لك انتصار اكتوبر دكتور سيد؟ اولا انا بهنئ الاول الشعب المصري العظيم، وبهنئ قواتنا المسلحه باليوم العظيم ده اللي هو يوم 6 اكتوبر ونصرنا في اكتوبر 73. مصر يعني خدنا كمصريين وكأمة مصرية من النكسة اللي حصلت في 67 والإحباط اللي كان حصل لنا كمصريين، رجعنا تاني لمصر وقوة مصر وعظمة مصر باسترداد أرضنا، وإن إحنا وقفنا على أرض صلبة تاني وقدرنا نتفاوض عشان نرجع باقي ارضنا اللي احتلتها اسرائيل، وبنتفاوض عشان نرجع بقيه الارض العربيه كلها اللي احتلتها بعد 67. فده يوم عظيم في تاريخ الامه المصريه والوطن العربي جميعا، بنهني فيه قواتنا المسلحه البواسل اللي طبعا مش هنقول بقى على الانجاز اللي عملوه في عبور السد المنع المائي اللي كان صعب، وخط التصريف اللي حطموه وعبرنا الضفه الشرقيه للقناه وحررنا جزء من ارضنا. فده كان يوم طبعا ما يتنساش، وبنحيي بمناسبه اليوم ده البطل الشهيد قائد انور السادات رحمه الله عليه، ونحيي كل من ساهم وشارك في حرب 73، اذا كان جنود ولا طف ولا ضباط ولا الشعب المصري العظيم باعلامه اللي وقف معاه وكل مؤسسات الدوله. يعني نتمنى ان مصر كلها يبقى ايامها انصراف ان شاء الله، والفتره الحاليه دي بنهني سياده الرئيس بوقفة الشعب المصري مع مصر. يعني حضرتك عارف الفترة اللي فاتت الأسبوعين اللي فاتوا دول يا دكتور مظهر، الظروف اللي كانت تمر بها البلد والحرب اللي كانوا يحاربوا فيها مصر في شخص الرئيس السيسي، فالحمد لله الشعب المصري رد على كل اللي بيحصل ده ووقف وقفة قوية جدا جدا عشان يحافظ على وطنه ويحافظ على بلده ويحافظ على الانتصار اللي احنا حققناه في 73 والثوره اللي احنا بنعملها في البناء الوقت وفي التعمير وفي التنميه. فانا بحيي الشعب المصري وبحيي قيادتنا. بنشكرك جدا بنشكرك جدا دكتور سيد على المداخله الحلوه دي وعلى هذه الشهاده. المازال يعني الحوار مفتوح لكل المشاهدين ان هم يحبوا يشاركونا هذه التهنئه في هذا الوقت الجميل. نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم برنامج الصديقان، تابعونا. لقد كان الليل طويلا وثقيلا،
ولكن الأمة لم تفقد إيمانها أبدا بطلوع الفجر. أن التمني بلا إرادة نوع من أحلام اليقظة يرفض حبي وولائي لهذا الوطن أن نقع في سرابه أو في ضبابه. أكتوبر 73، الإرادة والتحدي. إن القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري، ولست أتجاوز إذا قلت إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر 1973، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. أهلا بكم في هذه الليلة بنسيم انتصارات 6 أكتوبر 1973. عشنا 46 سنة الحقيقة، أنا مولود بعد الحرب، لكن يعني اللي عاش قبلي واللي عاش معانا 46 سنة الحقيقة. كل سنة لما تيجي ذكرى 6 أكتوبر نشعر في هذه الذكرى بالفخر، إن إزاي الجيش المصري العظيم قدر ينتصر على هذه القوة الغاشمة اللي عملت حوالين نفسها هالة عسكرية عظيمة جدا وهالة إعلامية عظيمة جدا. لكن الجيش المصري العظيم حين أصر والشعب المصري حين دعم ووقف إلى جوار جيشه، شفنا هذه الملحمة الرائعة. ولعل بعض الأفلام زمان كنا نشوفها زي فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، أو فيلم المعدية، أو فيلم بعض الأفلام اللي جسدت بعض مشاهد 6 أكتوبر، لأن الحقيقة حتى الآن لم يعني ليس هناك عمل فني جسد كل جوانب أو مشاهد 6 أكتوبر، لأنها كانت أكبر بكتير أو من أن يجسدها عمل واحد. كل سلاح كان ليه دور، وكل جندي كان ليه دور، وكل ضابط كان ليه دور، كل كتيبة كان لها دور. علشان تقعد تحكي عن دور الناس دول، ده فيه ناس أفراد جنود يا أبونا، ضابط أو جندي، اللي يحكي لك لو حكى لك عن دوره أو عن اللي عمله في هذه المرحلة عايز مسلسل لوحده. والله كده شفنا ناس عايزين مسلسلات لوحدهم بجد يعني. وأنا من هنا بنشد الدولة المصرية إنه في فيلم اتعمل قريب كان اسمه فيلم الممر، فيلم عظيم جدا وعمل حالة وطنية وحالة من الانتماء عظيمة جدا. احنا عاوزين مسلسلات بقى من هذا النوع مش أفلام، يعني بدل ما نيجي في رمضان نلاقي مسلسلات بلطجة ونلاقي مسلسلات عنف ونلاقي مسلسلات عري وما إلى ذلك، إيه المانع نلاقي مسلسل بيحكي قصة أحد أبطال أكتوبر في المعركة أثناء المعركة، أو بيحكي قصة كتيبة، أو بيحكي قصة سلاح، أو بيحكي قصة شهيد من الشهداء أو أحد المصابين. في ناس فقد عينيها، في ناس فقد رجليها، في ناس فقدت ماتت، في ناس كل واحد من دول له دور. احنا عاوزين يعني نديله مساحة أكبر في الإعلام من المساحات اللي احنا يعني أفردناها لأكتوبر. أكتوبر من الحاجات العظيمة اللي فيها أبونا قال من شوية إن أنت تيجي مثلا في العيد الكبير نحتفل كمسلمين والإخوة المسيحيين يشاركونا، وبعدين نيجي في عيد القيامة الإخوة المسيحيين يحتفلوا وإحنا كمسلمين نشاركهم ونهنيهم، كذلك في مولد النبي، كذلك في عيد الميلاد المجيد مثلا. إنما لما تيجي 6 أكتوبر ديت مناسبة مش بتاع مسلم ولا بتاع مسيحي، دي مناسبة بتاعت مصر كلها، بتاعت الوطنيين كلهم، بتاعت الوطن كله، أبناء الوطن كلهم، رجالة وستات وكبار وصغيرين. على فكرة الممرضات في المستشفيات في التوقيت ده كان لهم دور محتاج مسلسل برضه، يعني المرأة المصرية دورها في حرب أكتوبر دور عظيم جدا. دورها مثلا إن هي وهي أم وبتقدم ابنها ضناها بتقدمه شهيد للدولة المصرية، ولما يرجع جثمان ابنها من سيناء تقابله بالزغاريط. هو ده مش دور؟
هي المرأة اللي قابلت جثمان ابنها ده بالزغاريت، ولا جثمان حفيدها بالزغروطة دي ولا بالزغاريت، وكان يطلع ستات القرية كلها يقابلوا الشهيد بالزغاريت. انتوا عارفين الزغروطة دي؟ يعني انتوا بتشوفوها زغروطة كده، لكن انتوا عارفين دي وقعها عامل ازاي على الجيش وعلى الجنود وعلى العدو؟ العدو لما يلاقوا الامهات بيزغرطوا لما يشوفوا الشهداء، بيقول لك ده شعب ما لهوش حل، الشعب احنا بنموت لهم الناس بيفرحوا، يعني بيزغرطوا لما الناس تموت عندهم، يعني ما بيخافوش ولا ينكسروا. انت عارف الزغروطه دي بتبقى زي رصاصه في قلب عدوك وانت مش واخد بالك. بالظبط. الزغروطه دي لما بيبقى جاي جثمان شهيد، بيبقى جاي معاه مجموعه من الجنود والضباط زمايله علشان يوصلوه لحد المقبره يعني، ويدفنوه ويمشي يعملوا له جنازه عسكريه وعلم مصر والمراسم اللي انتوا عارفينها دي. انتوا عارفين لما يبقى جندي او مجموعه الجنود دول داخلين بلد بجثمان ويلاقوا اهل البلد طالعين، الرجاله بيكبرهم وستات بيزغرطهم، انتوا عارفين ده اثر ده ايه على الجنود دول وعلى الضباط دول؟ بيبقى كل جندي من ده عاوز يرجع يموت نفسه عشان ياخد نفس كل جندي من ده حاسس ان زميله ما راحش هدر. كل جندي من دول او ظابط حاسس ان اللي اتقدم من اجل هذا الوطن له تقدير عند الناس دول. فلما تيجي تتكلم عن اكتوبر، لا ده انت هتلاقي القريه كان لها دور. بالظبط. انت هتلاقي الكفر كان ليه دور، انت هتلاقي البقال كان ليه دور. بالزبط. البقال اللي كان يطلع شقق علشان فلان ده ابو ابنه في الجيش وابنه اللي كان بيصرف عليه كان يديله على النوتة علشان ابنه اللي بيصرف عليه بيحارب يقوم يديله الحاجة ببلاش، وربما ما يرضاش ياخد الحساب بعد كده علشان ابنه بطل بيحارب علشاننا. البقال كان ليه دور، ال- 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 الام زي ما قلت كان لها دور، الزوجة كان لها دور، الزوجة اللي زوجها سابها ليلة دخلتها زي ما سمعنا في كتير في زوجات الأزواجهم سابوهم ليلة الصباحية، سابوهم وهم في الكوشة، جاله استدعى وهو في الكوشة، ساب الكوشة ومشي وراح استشهد. أنا أعرف ناس واستضفنا ناس قبل كده حكولنا إن فلان كان خاطب وكانت يوم يعني دخلته مثلا متحددة في شهر أكتوبر، راح قبل الدخلة بيومين رجع لهم يوم الدخلة شهيد، فكان فرحه يوم زفته كان يوم جنازته، وبرضه هم زفوه للمقابر بالزغاريط كأنه بيتجوز بالظبط، والزوجة اللي كان مكتوب كتابها أو خطيبته أو 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 كان لها دور. فيا جماعة لا، أنت تكلمنا عن أكتوبر، هو أكتوبر أنت فاكر أن أكتوبر أغنية عاش اللي عاش عبد الحليم ولا أغنية لا، أكتوبر ده ملحمة مصر عاشتها بجميع أفرادها. الجامع كان الشيخ يطلع يخطب ويحفز في الناس ويقول للناس احنا بنحارب ولازم نصبر ونتحمل الدولة ونقف في ظهر جيشنا، والقسيس كان يطلع في الكنيسة يقول احنا برضو بنتحمل علشان جيشنا وبلدنا وعلشان وعلشان، ونستقبل الشهيد سواء مسلم ولا مسيحي. بالمناسبة انا بقول لكم على الهوا اهو، من مات في غزوة في معركة اكتوبر مسلم كان او مسيحي هو عندي شهيد. شهيد، انا بقول الشهيد مثلا شفيق متري، الشهيد شفيق متري ده اول شهيد مصري مات في حرب اكتوبر، استشهد في حرب اكتوبر وكان مسيحي. شهيد متري صدرك، شفيق متري صدرك ده كان مسيحي واستشهد، وانا بقول عليه الشهيد. الشهداء المسلمين كتير معروفين، فانا بقول لكم اهو لا، فيهم شهداء مسلمين ومسيحيين. ولما كان الشهيد يجي علشان يصلوا عليه في المسجد او يدفنوه، يطلع القساوسه يمشوا قدام جنازه المسلم، ويطلع الشيوخ يمشوا قدام جنازه المسيحي، علشان دي مصر، دي بلدنا، ودي مصر اللي ربنا عز وجل هو من هو ربنا اطلع عليها كده ليه؟ هو ربنا حين اختار مصر ان تكون مكان يتجلى عليه من دون سواها، ده مش كده وبس، ده لم يتجلى الله عز وجل على ارض غيرنا غير مصر، يعني لم يتجلى الله على ارض الا مصر، مصر بس. وتيجي تقول لي يعني ايه مصر؟ لا، ما اقول لك انا يعني ايه مصر، لا مصر كبيرة، ربنا اللي يقول لك يعني ايه مصر. بالظبط. ربنا اللي يقول لك ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، ويقول لك وايات كتيره مش عاوز اخدها معايا تليفون طبعا. في مداخلات كتيره واقفه، اتفضل يا ابونا خد المداخلة. يمكن مداخله اولى من الشاعر مصطفى من شباب المنيا، نستمع ليه. اهلا اخ مصطفى. مساء الخير فضيله الشيخ مظهر. اهلا يا مصطفى، ازيك؟ ربنا يخليك يا حبيبي. ومساء النور على العفو حبيبي، العفو جميله، الله يكرمك. اتحفنا كده بحاجه يا استاذ مصطفى.
طبعا انا تحت امركم طبعا وتحت امر مصر في اي وقت. الله يخليك يا مصطفى، ربنا يكرمك. خلوني قبل ما ابدا القصيده عن الشهيد اهني الشعب المصري العظيم بمناسبه ذكرى نصر 6 اكتوبر النصر العظيم المجيد. صحيح. والقصيده بمناسبه الشهيد، انا كاتب قصيده بين محمد وبين مينا لانهم كان جيراننا. ومحمد يعني قول لي جزء منها علشان انا عندي مداخلات كتيره جدا يا مصطفى، قول لي جزء منها. قصيده عن شاهدنا عايش في قلبنا. نعم. شد الرحال وعلى سينا وقف، وقف هناك زي الاسد على الرمال وسط الافاعي هناك يا رجد. نزل الطابور، نزل الطابور وبعدها على الخدمه صعد في عز البرد، مفيش هناك اب ولا ام ولا احد، كان بيبص للسماء، كان بيبص للسماء ويدعي ربه الواحد الاحد انه يكون لينا دايما ظهير وسند، حتى لو كلفته نفسه ده الروح والجسد كان دايما يقول يا واحد يا صمد احفظ لنا مصر من كل حسود، اذا حسد كان دايما يقول يا واحد يا صمد احفظ لنا مصر من كل حسود، اذا حسد فرش على الرمل اكله. وبعدها حمد وغير خدمته مع مينا صاحبه من ساعة ما كان ولد، قال له خد بالك انت هنا، انت هنا بتحافظ على البلد، وهزري معاه شوية، وهزري معاه شوية وعلى الكتيبة مينا ورد، وعلى الكتيبة مينا ورد. وقبل ما يدخل محمد مكانه، وقبل ما يدخل محمد مكانه جت له الرصاصة من عدوك يا بلد. ولما مينا سمع صوت الرصاصة رجع لزميله وجنبه وقعد وصرخ بأعلى صوته كلنا فداكي يا مصر، كلنا فداكي يا بلد. وغمض عينيه وقال في الجنة يا خير من رجد، بس برضه رجع يردد كلنا فداكي يا مصر، كلنا فداكي يا بلد. ودمك يا محمد ودمك يا صاحبي ودمك يا حبيبي في رقبتي إلى الأبد، الى الابد. قبل ما اختم يعني يا مصطفى من المنيا، اسيوط ولا المنيا؟ من المنيا. لا المنيا ملوي، اللي احسن بيقولوا ناس يا مصطفى، اللي بيقولوا فيها ارهاب وفيها ارهابي يا مصطفى، كفايه مصطفى بس. خليني بس قبل ما اختم مع فضيلتكم اتوجه بخالص الشكر وكل التشريف بخالد الراجل الشهم الجدع، لان في ناس زي ما انتصرنا في حرب اكتوبر في ناس دلوقتي بتنتصر على اليأس وبيخلونا ننتصر. ربنا يخليك يا اخ مصطفى ويكتر من امثالك يا رب. الاستاذ عبير معانا على التليفون ايضا. استاذ عبير رئيس مجلس اداره مجلس الاعمال. دكتور عبير عصام رئيس مجلس الاعمال العربي لسيدات الاعمال. اتفضلي مدام عبير. دكتور عبير اتفضلي، اهلا وسهلا. اهلا اهلا يا بونا، ازاي حضرتك؟ الله يخليك. اهلا اهلا يا مولانا، ازاي حضرتك؟ الله يخليك يا دكتور عبير. انتوا عاملين ايه كل سنه وانتوا طيبين؟ الله يكرمك. وانا عاوز اسمع منك النهارده، من شويه كنت بتكلم عن ان المراه المصريه في اكتوبر كان لها دور عظيم جدا لما قدمت جوزها او قدمت ابنها او قدمت اخوها ساعات فداء لهذا الوطن، ولما كان بيرجع شهيد كانت بتقابله بالزغروطه، وكانت الزغروطه ديت كانها رصاصه في قلب العدو. كلمين عن المرأة المصرية وإحساسها بانتصار أكتوبر يا دكتورة عبير. هو الحقيقة أنا طبعا يعني أنا سني 50 سنة، فانتصارات أكتوبر دي عمرها 46 سنة، فما أقدرش أحكي واقع أنا عشته، لكن أنا أقدر أحكي حكايات كل السيدات في الصعيد وصورة الشهيد اللي دايما كانت في المنظرة. إحنا مش عارفين مين ده، وإحنا صغيرين شايفين شاب صغير لابس اللبس العسكري وأسرته كلها مش حاطة مثلا عمدة البلد ولا عميد العائلة ولا أي حاجة، حاطة صورة هذا الرمز والولد اللي شرف بلد. لا. لأني أنا من أسوان وعارفة يعني إيه الصعيد بيطلع رجالة، يعني مصنع الرجالة هو صعيد مصر. ويمكن كنت حضرتك عندنا في زيارة قريب لأسوان، وقد ايه سمعت من اللواء احمد ابراهيم الحكايات اللي دايما بيحكوها المحافظ اسوان المحترم. نعم محافظ اسوان المحترم. وطبعا احنا كان اللواء سمير يوسف رحمه الله عليه كان يقعد يحكي لنا عن اكتوبر واشتراكه فيها، واللواء مصطفى السيد دايما المحافظات الحدوديه بيجيبوا لها رجال الجيش يحموها يعني صحيح. من صدود اي حاجه خارجيه. فاحنا كان بيبقى عندنا حظ كبير جدا ان احنا نسمع الحكايات دي من اصحابها. وطبعا انا عايزه يعني انا سمعت من قدس ابونا لما كان بيتكلم ان احنا
كل واحد فينا عنده عيد، المسيحيين عندهم أعياد والمسلمين عندهم أعياد، لكن المصريين عندهم عيد واحد بس اللي هو عيد 6 أكتوبر. فإن كانت السيدات ليها دور في إنها تزغرط وتأمن وتحفز، يعني عايزين نلغي فكرة إن السيدة الصعيدية يعني تحرض على الثأر، آه ممكن تحرض على الثأر من العدو مش عشان تحافظ على حتة أرض ولا عشان تجيب حق حد مات في خناقة. وحقيقة كمان الدراما يا مولانا اللي انت بتتكلم عنها، يعني كلنا ما كناش متوقعين ان فيلم الممر الاخير ده يجذب كل الشباب الصغير ده ويخليهم يروحوا للسينمات ويدفعوا فلوس ويتفرجوا على حاجة هم عايزين يشوفوها، يعني مش من الحاجات القديمة، يعني من الفنانين الجداد اللي بيحبوهم أحمد عز وغيره وغيره. يمكن احنا عشان أكبر شوية اتفرجنا على محمود ياسين، اتفرجنا على ماجدة والحاجات دي. صحيح. الحاجة اللي أنا بس عايزة أأكد عليها في انتصارات أكتوبر تحديدا، إن العرب وصديقتنا سيدات المجتمع وسيدات الأعمال والشيخات والأميرات، الحقيقة بيبقى عندهم هدف إن هم يكونوا في مصر عشان يحتفلوا معانا بانتصارات اكتوبر. ودي صحيح. كانت بالنسبة لي يعني مفاجأة ان شيخة مريم الصباح النهاردة مثلا كانت موجودة في مصر عشان تحضر احتفالات اكتوبر، تقول لك انا جاية احتفل مع امي دي مصر. فاحنا بناتها، تحية خاصة لها بصراحة، تحية خاصة لمرايم الخير، يعني احنا مسمينها في الوطن العربي مرايم الخير. مرايم الخير قد ايه الست دي او سابونا جاية مخصوص تقول انا احنا لو كنا بنات مصر، فكل بنت بتتفرق عند جوزها بتروح بلد، لكن بنرجع نعيد عند امنا في البلد الاساسية. احنا لو نعرف ان هي موجودة النهاردة وجاية تعيد علشان مصر كنا صدفناها في حلقتنا النهاردة، لانه كان هيبقى الحقيقة معنى عظيم جدا. ازاي العرب يحتفلوا معنا بهذا الانتصار، لانه انتصار للعرب كلهم مش لمصر بس. دي حقيقة، واحنا بنشكركم لان صحيح. ربنا يبارك فيكم، والدعوات بتنقذنا من محن كتير، دعوات مولانا ودعوات أستابونا، وربنا يخليكم وربنا يحفظ مصر من كل سوء. شكرا دكتور عبير، كتر خيرك، ربنا يكرمك، طيبين وسلام وسعادة. شكرا جزيلا. وانا باكد على النقطه الاخيره اللي قلتها دكتور عبير، ان فعلا انتصار اكتوبر هو انتصار للامه العربيه كلها، بيحتفل به الامارات، الاخوه في الامارات والاخوه في السعوديه والاخوه في الكويت والاخوه في كل الدول العربيه بيحتفلوا به، لان كلهم شاركوا فيه وكلهم شركاء في هذا الانتصار. بشكركم شكرا جزيلا ابونا، بشكرك شكرا جزيلا. عفوا يا دكتور شيخ مظهر، حلقه جميله بصراحه، عرفنا نقدم فيها ولو يعني بسمه عشنا روح وتحيه، وعشنا روح اكتوبر. نتمنى يكون المشاهد حس بنفس الاحساس. يا رب. نشكركم شكرا جزيلا. يا رب دايما ايامنا كلها انتصارات، كل سنه ومصر بخير، كل سنه واحنا بخير. شكرا جزيلا، في امان الله. السبت الجاي هنكون معاكم ان شاء الله. نسلم أعلامنا مرتفعة هاماتها عزيزة الصواريخ، وقد تكون مخضبة بالدماء، ولكننا ظللنا نحتفظ برؤوسنا عالية في السماء وقت أن كانت جباهنا تنزف الدم والألم والمرارة.